النقل والبنى التحتية التركي السيد عادل قرى إسماعيل أوغلو إتمام رحلة أول قطار تصدير تركي إلى الصين مباشرة بوصوله السبت إلى مدينة شيان. وقال في تغريدة له عبر تويتر بأن قطار التصدير التركي إلى الصين أتم رحلته من مدينة إسطنبول إلى شيان الصينية دون توقف، وأن قطار التصدير قد أظهر للعالم أجمع مدى القوة اللوجستية لتركيا في كل مدينة مر بها، وقال بأنه إنجاز جديد لنا في مجال النقل عبر السكك الحديدية. وانطلق القطار في 4 ديسمبر في رحلة مباشرة إلى الصين، وجرت مراسم توديعه بمحطة كازلي جشمو في الشط الأوروبي من إسطنبول بحضور عدد كبير من المسؤولين أبرزهم وزير المواصلات والبنية التحتية. قطع القطار 8693 كيلو متر عبورا بقارتين أوروبا وآسيا وبحرين مرمرة وقزوين وخمس دول تركيا جورجيا أذربيجان كازاخستان وانتهاء بالصين. نريد أن نسلط الضوء حول هذا الموضوع. معنا الآن على الهاتف الأستاذ ضياء الحسين مدير شركة تبادل التجارية. تحياتي لك أستاذ ضياء. أستاذ صباح أستاذ بلال. حياكم الله سيد الكريم. مشاهدين ومستمعين. الله يعطيكم العافية ويبارك فيكم. أستاذي يعني ما هو هذا القطار؟ يعني لماذا هذا القطار أثيرت حوله هذه الضجة الإعلامية؟ تمام أستاذ بلال. هلا نحن اللي سمعوه المعلومات اللي سمعوها معظم الناس خلال الفترة الماضية هي انطلاق القطار بداية هذا الشهر من محطة كازي جشمة في الشق الأوروبي، انطلق عبر نفق مرمراي إلى القسم الآسيوي ثم إلى الولايات كوجيلي أنقرة سيفاس قارس، وبعدها انطلق خارج تركيا ليمر بجورجيا أذربيجان كازاخستان وصولا إلى وجهته النهائية اللي هي مدينة شيان الصينية. نعم. هلا حتى نعرف نحن أهمية هذا القطار بالضبط أو هذا خط المواصلات هذا بالضبط، خلينا نرجع نحن نظرة سريعة إلى الوراء. هلا هذا المشروع هو عبارة عن اندماج مشروعين سابقين بعام 1993 وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي ظهرت دعوات في تركيا إلى إنشاء خطوط حديدية تصل ما بين تركيا و البلدان أو الشعوب الناطقة بالتركية في منطقة بحر قزوين. تمام. لم تتم هذه السكة في وقتها، أعيد إحياء هذه الفكرة عام 2002، استمرت الدراسات حتى 2007، بعد منا أقر هذا المشروع وسمي بالممر الأوسط. وكان هو اسم المشروع سكة حديد باكو تبليسي قارس، كانت تصل تركيا بمناطق وسط آسيا. بنفس الوقت وتم افتتاح هذا الخط ب 30 اكتوبر عام 2017. بنفس الوقت طيب. تلاقى هذا الخط هذا فكره هذا الخط تلاقت مع المشروع الصيني الكبير يلي يسمى طريق والحزام. كانت الصين في نفس الوقت بعد بروزها كقوه اقتصاديه كبيره تسعى الى ان تخلق خطوط لوجستيه لتوصل بضاعتها الى كل انحاء العالم وخاصه الى اوروبا. كانت الصين في هذه الأثناء تستخدم طريق يسمى الممر الشمالي، استطاعت الصين من خلاله إيصال البضائع إلى إنجلترا إلى لندن من خلال سكة حديدية طولها 12 ألف كيلومتر تمتد عبر روسيا وبيلاروسيا وصولا إلى لندن، لكن كانت طويلة كتير، في صعوبات كتير بهذه الرحلة، والرحلة كانت تستغرق حوالي 45 إلى 50 يوم. فضمن انطلاق هذا المشروع الكبير يلي هو الطريق والحزام بتكلفة أكثر من تريليون دولار، تقرر أنه تكون هذه السكة الحديدية اللي تم إنشائها خط حديد باكو تبليسي قارس هو جزء من هذا المشروع الكبير. فصارت بدل ما تستخدم الممر الشمالي قررت استخدام هذا الممر. فعمليا تم بعد منها كانت السكة الحديدية واصلة إلى قارس، تم بعد منها تمديد هذه السكة الحديدية لتصل إلى إسطنبول، وفي إسا إلى كتير خطط لاستكمال هذه حتى تصل إلى بلغاريا وتصل إلى أوروبا كلها بشكل عام. ميزة هذا الخط أنه يسهل أو يختصر خلينا نحكي وصول البضائع من الصين إلى أوروبا إلى 15 يوم، فبسرعة كتير هائلة بالإيصال. وتركيا هي في الوسط هذا الخط، خط يمتد من الصين تمام. إلى أوروبا، تركيا في الوسط هذا الخط، فهذه إحدى أبرز نقاط أهمية هذا المشروع. لكن أستاذ ضياء يعني إذا أردنا أن نتحدث عن التأثير التجاري الدولي لهذا القطار
في لا سيما في مجال الشحن الدولي، يعني كيف سيعود هذا بالنفع على تركيا سواء على المدى المتوسط أو المدى البعيد؟ تماما. بالنسبة للمنافع اللي رح تاخذها تركيا، هي منافع كثير كثير كبيرة أكيدة. يعني هي في منتصف خط لوجستي، خط شحن كثير كثير كبير. أول شيء رح يسهل وصول البضائع التركية إلى مناطق آسيا الوسطى. يعني نحن أول وصول البضائع التركية إلى آسيا الوسطى كان يمر إما عبر روسيا الممر الشمالي أو الممر الجنوبي اللي هو عبر إيران. هذول الطريقين كانوا يخضعوا للأهواء السياسية، يعني خلينا نحكي أنه في فائدة كتير سياسية كمان حتى لتركيا. هذول الطريقين كانوا يخضعوا للأهواء السياسية بالدول اللي عم يمروا فيهم، فلذلك هذا طريق بمر تركيا مسيطرة عليه بالكامل، فبيسهل وصول البضائع إلى مناطق آسيا الوسطى. بالمقابل يسهل وصول البضائع عند انتهاء هذا الخط، يسهل وصول البضائع إلى أوروبا، البضائع التركية إلى أوروبا، كما أيضا يسهل استيراد تركيا للمواد الأولية بشكل كتير 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 كبير. يسهل استيراد المواد الأولية من الصين إلى أوروبا. تركيا هي في المنتصف، فهي راح تكون قاعدة لوجستية كتير كبيرة لكثير من الشركات يلي راح تكون مركزها تركيا لدعم بضائعها وخطوط المواصلات فيها. جميل. في تركيا كمان استفادت تركيا لحتى يمتد هذا الخط، تعملوا كتير بنى تحتية لحتى يكملوا هذا الخط، منها مثلا نفق مرمراي. نفق مرمراي ساهم بيعاد بفوائد كتير كتير كبيرة على مدينة اسطنبول. نعم. بنفس الوقت كمان هو سهل وصل هذا الخط تحت مضيق البوسفور. كمان أيضا بما أنه هي ضمن مشروع كتير كبير فله تأثير على المدى البعيد، الدول اللي هي على هذا المشروع راح يكون في اتفاقيات اقتصادية فيما بعد تعزز استخدام العملات المحلية بين هذول الدول. جميل جدا. طيب أستاذ ضياء، يعني هل التجار العرب حقيقة، المستثمرين العرب، كيف ممكن أن يتفاعلوا بشكل إيجابي مع حقيقة مع فكرة هذا القطار؟ يعني جميل كما ذكرت وقوع تركيا في منطقة وسطى، جميل هذه الدول التي تمر بها، لكن كيف للمستثمرين العرب برأيك أن يستفيدوا من هذه الميزة؟ أكيد هلأ هي الفائدة تعود، يعني المستثمرين العرب هني راح يكونوا ضمن المستفيدين، ضمن شريحة كتير كتير كبيرة. يعني هذا المشروع نحن قلنا أول شيء بيسهل الصادرات التركية إلى كل أنحاء العالم. نعم. وبيسهل دخول المواد الأولية، والمستثمرين العرب هم هون إما مصنعين حيحتاجوا مواد أولية، أو هم هن تجار حيوسعوا حينتشروا بضائعهم حول العالم. فهذا بيفتح، بما أنه معظم توجه التجار والمستثمرين العرب في تركيا والشركات التجارية تتجه إلى مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام، فهذا بيفتح خطوط جديدة لهم عشان يوسعوا أسواقهم ضمن هذه البلدان الجديدة اللي عم يمر فيها هذا القطار. جميل. حسب اطلاعك أستاذ الكريم، هل هناك مشاريع مشابهة على الطريق؟ حقيقة هي تم خلال السنوات الماضية كتير كتير مشاريع، منها انتهى، منها لا يزال مستمر، ومنها قيد الإنشاء. من أهم المشاريع يمكن هلأ بيخطر على بالي جسر جنقلة، رح هو تم البدء فيه ب 18 مارس عام 2017 ومن المقرر إنهاءه عام 2022. هذا بيختصر المسافة بين الضفتين إلى حوالي 6 دقائق، بدل ما كانت ساعة ونص حيلفوا حوالين الخليج. مطار اسطنبول الثالث حتى الآن لم ينتهي بالكامل، ومن المقرر أن ينتهي عام 2022 أو 2023. في المشروع يلي كل الناس عم تسمع عنه، قناة اسطنبول الجديدة كمان. نعم. سيطر على ما أظن قيد الدراسة بتكلفة أكثر من 65 مليار ليرة تركية. في مشروع كمان موازي لهذا المشروع، هو مشروع الجزر في بحر مرمرة. يعني التراب اللي حيطلع من حفر قناة اسطنبول حينعمل فيه جزر صناعية في بحر مرمرة، كمان هذا أحد المشاريع اللي كانت مطروحة. في محطة أكوي النووية أيضا، في مشاريع تعنى بالمدن الذكية كمان هلأ هي قيد التجهيز، ممكن من هلأ لـ 2023 كتير إسه مشاريع تنتهي ومشاريع تم البدء بها إن شاء الله. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق وسداد الرأي. حقيقة مثل هذه المشاريع كما ذكرت أستاذ ضياء ذات أهمية كبرى لتحريك الوضع الاقتصادي وتحديدا التجارة والتبادل التجاري بين تركيا وبين البلدان المجاورة بأفضل صورة وبأفضل طريقة للاستثمار. أستاذ ضياء الحسين مدير شركة التبادل التجارية، أشكرك شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا لك استاذ بلال، حياكم الله سيدي، يا اهلا وسهلا. يعطيك العافيه.